أنا برأيي نقطع له لسانه ونطعميه للكلاب والقطط مشان يبطل يفسد علينا. يا حرام حرام، هذا أخونا حتوب ما ولا حيتوب. كم مرة صار عامله معنا؟ لا خلص تعب، مو تبتوا لا. لا تصدقوا، هو عم بيقول هيك لأنه وقع بين إيدينا. روح! صحيح فتحي؟ صحيح مثل ما عم بقول ربحي؟ معلق يعني خلاص. لا بس بدي أفهم، ليش هيك عم تحكي له لأبوه؟ طب مو نحن متفقين؟ بعدين مو لمصلحتنا عم نعمل اللي عم نعمله؟ جق روح! بدك تحكي شي فتحي؟ كأنه بده يحكي شي. هيك فك له تمه. ايوه مشان يصرخ ويفيق ابوه. لا تحلم، روح. فكه ربحي فكه. يعني ليش هو اساسا لمين عم يحكي؟ عم يحكي لابوك، يعني ابوك واحد منا. فكه حبيبي فكه. يا حبيب قلبي يا صغير انت يا فساد. شو بك متلبك صبوه؟ هلا كان رايي غير شكل؟ شو نسيت انك انت صاحب فكره جبته لهون؟ انا سم الموت الهي، انا شو دخلني؟ مو انت بدك تعاقبه؟ لكن بلا، بس مو انت صاحب فكره فك البلور؟ بعت لك حما الهي شو كذاب. لك انا شو دخلني؟ لك ما انت عم تنسحب؟ شو بدك عزمي يتجوز؟ لك تباعوا بالعزه منكم لقلو. قول بابا ولك لا تقول عزمي. ها؟ من وين نزل عليك كل هالأدب؟ لا تكون موافق على جوازته أنت الثاني. حقه، نحن شو دخلنا؟ مو حقه؟ فوق ما عم يربينا ويصرف علينا وتنصت علينا درسنا. لا أكيد في شي تغير. لك يا أخي فهموني شو اللي صار. أنا رح فهمك شو اللي صار. لي عزمي.